في قلب الشام والحارات العتيقة. اللي قتل ابني هو واحد من الحارة. اللي شو عرفها؟ في باب انفتح أسرار. اللي عارف كل شيء عم يصير بالحارة. أنا ابن هالبلد وروحي فداها لهي البلد. شخصيات. أنا السبب. كل عمره دار. يا رب نهدي لك يا رب. الله يسامحك يا أخي. لك حرق الدنيا كلها حتى أعرف مين قتل ابني. وحديث جديد. هذا الكلام مستحيل. المسلسل اللي حصل على أعلى نسب مشاهدي. أنا عم بحكي جد ورح أفعل. باب الحارة بالجزء العاشر خلال شهر رمضان المبارك على الـ LBCI والـ LDC.